اشتدت الهاجرة وما أظن رسول الله يقدم في هذا القيد. والله لن نبرح حتى ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أم عمارة، سنعود عصرا لانتظار رسول الله. هيا. يا من غنى، يا من غنى، قد جاءتكم الذي تنتظرون، قد جاءتكم الذي تنتظرون، يا من غنى، قد جاءتكم الذي تنتظرون. يا معشر المسلمين، وصل رسول الله. لقومنا فتنوا بهذا الرجل القادم من مكة. يزعمون أنه نبي وما أن يصل حتى أمتحنا. من أين أتاني هذا الرجل؟ من أين؟ كان الخزرج ينظمون لي خرز التاج لينصبوني ملكا عليهم، فإذا به يأتي فلا يلتفتون إلي وكأنني لست سيدهم ويسلبني ملكي. جاء ليسلبني ملكي. ماذا يا سيد الخزرج؟ ألن نتوجك ولأول مرة؟ نوافق نحن معشر الأوس على خزرجي ننصبه ملكا علينا. سنرى يا صاحبي، سنرى ما يكون منا ومن الرجل. إن معشر الأوس والخزرج بجملتهم باستثناء قلة قليلة ممن هم حولي وحولك مسؤولون عن نبي محمد. من أين أتاني محمد؟ من أين؟ إني لسيد شقي. لن نسلم الأمر له، فإن كان نبيا فما علاقته بالملك والسيادة؟ إنما هو يدعو إلى دين ولا يدعو إلى ملك وسيادة. أهل يا صاحبي، أحس بأن حظي يفارقني، يفارقني. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء بظاهر المدينة المنورة وأقام فيها أياما، فبنى مسجد قباء وصلى فيه ومعه المسلمون، وهو أول مسجد بني في الإسلام. ثم مضى رسول الله يوم الجمعة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رنناء، فكانت أول جمعة بالمدينة. ودخل الرسول وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه المدينة المنورة، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها مرحبة مستبشرة في يوم لم تشهده المدينة في تاريخها. الشكر علينا ما دام.
شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيما، صباحه ومساؤه بمحمد والضار. وفي قباء استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول المدينة المنورة، فأكرم أهلها وأرسل من يمهد له الطريق لدخول المدينة بأمان. وكان لابد من إعطاء أهل المدينة الوقت اللازم للاستعداد لاستقباله. وأحضر الزبير ملابس جديدة للرسول الكريم ولأبي بكر كي يدخلا المدينة بأبهى صورة. وكان الاستقبال العظيم الذي ما تزال تتردد أصداؤه إلى يومنا هذا. أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم على ناقته القسواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. رسول الله، يا رسول الله، والله إنه لأسعد يوم في دهرنا، فهلم إلى ديار بني ساعدة. يا ابن عبادة، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، خلوا سبيل الناقة فهي مأمورة. يا رسول الله، والله إن قلوبنا لتلهج فرحا بقدومك، هلم إلينا، هلم إلى بني الحارث بن الخزرج. يا ابن الربيع، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلوا زمام الناقة فهي مأمورة. على الرحب والسعة يا رسول الله، على الرحب والسعة. لمن هذا المربد؟ يا رسول الله، هذا المربد لغلامين يتيمين، وهما سهل وسهيل ابن عمر، وهما في حجر معاذ بن العفراء يرعاهما حتى يقبرا. فإن أردت المكان نشتريه منهما ونعوضهما خيرا منه. أما الآن فعلى الرحب والسعة، سآخذ رحلك إلى بيتي فتقيم في دارنا الواسعة قرب المربد، وسنكون من أسعد الناس بك يا رسول الله. يا أبا أيوب، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.